انطلقت الآن الجيات في شوطها الثالث على جائزة الأمير عبد العزيز بن جلوي بن تركي آل سعود يرحمه الله، أحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله. ترى هذا الشوط للجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات، الجياد التي لم تكسب ويقام على مسافة 1600 متر، قيمة الجياد 18,000 ريال. وعيترون من الداخل، محرز من الخارج، والصدارة الجواد محرز في المركز الأول، عيترون في المركز الثاني، وأيضا خرصان في المركز الثالث من الخارج، وشاهد أيضا ولد شجران المرشح الأول من الداخل، وأيضا محاولات لنجمة سلمان أو بالأحرى شبل عبد المجيد من الخارج، وأيضا محاولات الجواد هاني من الخارج، والصدارة للجواد محرز في المركز الأول، ومحاولات من عيترون لأخذ الصدارة في المركز الثاني، عيترون في المركز الثاني، وخرصان في المركز الثالث، وشبل عبد المجيد في المركز الرابع مع تقدم هاوش وولد شجران من الداخل وأيضا بادع، والصدارة للجواد محرز في هذه الأثناء مع دخول الجياد للطريق المستقيم، ومحرز المركز الأول، خرصان المركز الثاني، عيترون المركز الثالث، وأيضا محاولات من شبل عبد المجيد من الخارج مع مهاوش في هذه الأثناء، الصدارة للجواد محرز، محاولات من مهاوش ومن شبل عبد المجيد، ومهاوش يتقدم في هذه الأثناء، مهاوش يتقدم لصدارة هذا الشوط متقدما على محرز في المركز الثاني، مهاوش في المركز الأول، ومهاوش مع عبد الله العضيبي إلى المركز الأول في الشوط الثالث. ألف مبروك.